نحن هنا الآن في شارع صلاح الدين، الاشتباكات قوية جدا، كما نستطيع نرى بأن الشرطة الإسرائيلية حتى أوصدت وأغلقت باب هنالك إطلاق لغاز، والشبان الفلسطينيون الآن يشتبكون مع الشبان الفلسطينيين وإطلاق للغاز وإطلاق للرمي الحجارة بشكل مباشر على الجنود الإسرائيليين. هنالك إصابات من الشرطة عموما قبل قليل. الأمور انفجرت هنا في مدينة القدس، هنالك حالة من الاشتباكات العنيفة، شبان فلسطينيون يرمون حجارة من كل حدب وصوب باتجاه الشرطة الإسرائيلية، كما نستطيع أن نرى بأن حتى الشرطة انسحبت الآن من هذا المكان، وذلك بعد هذه الأعداد الكبيرة للشبان الذين يرمون الحجارة وأيضا إطلاق المفرقعات في كل مكان، هنالك إطلاق غاز، هنالك إصابات بالعشرات في داخل المقبرة، إطلاق للعيرة المطاطية من قبل الجنود الإسرائيليين، حالة صعبة منفجرة هنا في مدينة القدس، هذا لم نراه منذ سنوات طويلة، حالة من الغضب. الشباب الفلسطينيون يستخدمون المفرقعات لضرب الشرطة الإسرائيلية في كل مكان هنا. نتحدث عن العشرات من الإصابات للفلسطينيين. هذا الغضب انفجر بعد جنازة وليد. يعني توقع أن تكون الليلة اندلع نتيجة نعم أحمد. نعم هنالك إصابات الآن نستطيع أن نرى، هنالك شبان فلسطينيون يرمون الحجارة باتجاه الشرطة الإسرائيلية. الصورة قوية جدا هنا في مدينة القدس، وطبعا داخل المقبرة هنالك الآلاف الذين هم في الداخل، الذين الآن تم إغلاق المقبرة عليهم من قبل الشرطة الإسرائيلية، وأيضا الذين يقومون والآن يقومون بإطلاق الرصاص المطاطي والغاز باتجاه الشبان الفلسطينيين من أكثر من محور هنا.